السلام عليكم، اخباركم ايه؟ طبعا عشان خاطر عيد الام، كل سنه وامهاتنا طيبين وبخير. النهارده هعمل لكم حاجه سهله وبسيطه عشان خاطر بس موسم الفراوله والفراوله فراوله حلوه فراوله والفراوله كتير في السوق، فهعمل لكم النهارده طرت بالفراوله، وهعمل لكم طرت احجام قد دي واحجام اصغر، وهعمل لكم طرت كبير بالفراوله بقى، وفي شوكولاته. المقادير عندنا بسيطه جدا، ده نص كيلو زبدة، عشان الزبدة النيوزيلندي طبعا غالية، فأنا حطيت حتة نيوزيلندي وحتة زبدة مليانة، الزبدة العادية الأوكراني أو العماني أو الفرن، أي زبدة. نص كيلو زبدة بياخد ربع كيلو سكر بودرة، بياخد كيلو إلا ربع دقيق. احسبوها معايا بقى بالظبط، ربع، نص كيلو إلا ربع، يعني واحد اتنين تلاتة، هياخد أربع بيضات وهياخد رشة فانيليا. دي كده العجينة. الزواق بقى زي ما انتوا عايزين. أنا النهاردة بشرة شوكولاتة بيضة، بيضة اهي، وشوكولاتة سودة، وجايبة فراولة وكيوي وموز، ودي مكسرات، وده كومبوت كان باقي عندي. العنب دي ما فيهاش رز ولبن، دي مكسرات، ده كورن فليكس، ودي شوكولاتة، شوكولاتة ملونة، ودي فارماسيل. كل العنب دي فيها شوكولاتات ملونة، هحط منها قدامكم دلوقتي. انتوا مش مجبرين ان انتوا تجيبوا ده كله، ممكن تجيبوا نوع واحد على قدكم، ودي فارماسيل اسود. انتوا كل واحد يجيب على قد نوع، نوعين ممكن ما يجيبش خالص براحتكم. في شوكولاته سودا برضو اهي، وفي منها البيضه، جيبوا يا جماعه على قد ما تقدروا. ودي شوكولاته بيضه انا بسيحها، وزيها اهي على البخار، ميه اهي وبتتسيح على البخار، وزيها السودا هسيحها برضو على البخار. اول حاجه ان شاء الله هبدا بالعجينه. ادي الزبده، احط عليها السكر، شايفين بقت كريمي خالص الزبده مع السكر. هشغل زي ما انا، زي ما انتم شغالين، واللي عندهم عجانه يعني هتريحهم كتير. احط بيضه وكده، واحده واحده. فانيليا، خلاص كده حطيت الاربع بيضات والفانيليا. في بقى نقطه مهمه قوي قوي، هقلب ده كله بايدي كده اهو، ده ما بيتقلبش بالمضرب، تمام. وحط الدقيق وقلبه تقليبه واحده لحد ما الدقيق يخش في العجينه كلها. لو قلبتيه اكتر العجينه هتنشف منك وهتقطعيها، هتبقى كويسه بس طعمها ناشف، احنا عايزينه طعمه طري كده. شفت ازاي؟ تاخدي من تحت كده اهو لفوق، وتعملي كده لحد ما العجينه تخش في الدقيق كله مع بعضه. خلاص كده الدقيق كله دخل في قلب العجينه اهو زي ما انتم شايفين. هغطيها بقى دلوقتي الكيس، واحطها في التلاجة حوالي ساعة أو ساعتين. والله هو يستحسن تقعد يعني طول الليل في الفريزر وتعملوها الصبح، بس أنا مش مشكلة، أنا بعرف أعملها وأتعامل معاها. تقعد ساعتين في التلاجة، وبعد كده هرجع أقطعها وأوريكم بقطعها إزاي. خلاص كده طلعت العجينة من التلاجة أهي زي ما أنتم شايفين، كويسة أهي، كويسة وزي الفل. بصوا بقى أنتوا هتعملوا إيه؟ الصنم الصغيرة دي، تمام، هتاخدي حته صغيره كده في ايديكي اهي، وتحطيها، تحطي صباعك في ايديك كده وتفرديها كده اهو، خليها رقيقه على قد ما تقدري اهي، تمام. طرف السكين اهو، تخرميها. وكبيره نفس النظام، حته كبيره شويه اهي، اعملي صوابعك كده،
في الصينية الكبيرة نفس الوضع برضه، أو ممكن تفرديها وتشيليها وتحطها فيها، أو ممكن تشيل العجين وتساويها فيها الطريقة اللي تريحك اعملي بيها. أنا قطعت الطرد كله وخرمته أهو الكبير أهي وكله، لسه طبعا في تاني والعجينة لسه كتيرة، حطها في الفرن دلوقتي وأرجع أقطع تاني. بسم الله. يقعد في الفرن حوالي ربع ساعة، درجة الحرارة 200. خلاص استوت اهي زي ما انتم شايفين، والتانية اهي قدامها بس حاجة بسيطة واطلعها من الفرن وادخل البيت. الطرد كله من الفرن بتاعته كلها اهي والكبيره دي، كريم باتس دي بتتباع عند العطار. تمام، كريم باتس دي بتتعمل بميه ساقعه اهي، لونها اصفر زي الكاستر كده، وتتقلب في مضرب. مش محتاجه مضرب كهرباء ولا حاجه اهي. في مره كده هبقى اعمل لكم الكريم الباتس دي هنا، بس خاطر ما فيش وقت ان انا اعملها فانا جبتها جاهزه. خلاص انا حطيت عليها حبه كريم شانتيه. كريم شانتيه طبعا كلكم عارفين بيتعمل ازاي، ميه ساقعه وسكر وتتعمل بالمضرب واقلبها فيه. انا بس عشان الوقت بحاول اختصر. خلاص كده انا فضيت الكريمه في الكيس، ودي الشوكولاته السوداء اللي كانت في الطبق، انا فضيتها في الكيس عشان تبقى سهله، وده جناش ابيض وده جناش شوكولاته. في الاخر هقول لكم انا عملت الجناش ده ازاي، مع ان انا عملته في الفيديو بتاع التورته. تمام، زوقوا بقى هنا براحتكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه. يعني مثلا اهي واحده، تمام، ده كله لسه هياخد فاكهه ومكسرات. انا كده غطيتها كلها بالكريمه، ممكن تغطيها بسكينه عادي مش لازم كيس. تمام، خدي الكيلو بقى حطوا الفاكهه اللي انتوا عايزينها، عايزين تحطوا نوع واحد نوعين اللي انتوا عايزينه، الفاكهه اللي انتوا عايزينها حطوها. عرفتوا بقى انا بحط الكريمه اي حاجه ليه؟ لان ده كله هيتدارى. واحد يا جماعه بقى يزوق بالطريقه اللي تريحه. دي لسه هديها مكسرات طبعا، انا بس بوريكم. تمام، دي شوكولاته سودا بس شوكولاته عاديه. ممكن بقى ايه نعمل ايه في الشوكولاته دي؟ ممكن مثلا نديها نص كريزه هنا مثلا اهي. تمام، وممكن واحدة نديها شوكولاتة بيضة كده، وممكن ادي الكورن فليكس اللي بقول اهو نحطها واحدة كده وادي حبة كده. تمام، ممكن ناخد حبة من ده نحطه كده.
وممكن حبة من دي تمام كده اهي. بصوا زوقوا براحتكم وبالطريقة اللي تريحكم، ممكن حبة من ده كمان اهو، ممكن حبة من ده اهو. خلاص انا خلصت الطرد. ومفروض كنت هعمل طرد فراولة بس انا قلت اخليه فواكه بقى، كيوي موز اللي عندكم حطوه عادي، والزواق بقى براحتكم يا جماعة اللي انتوا عايزينه، شوكولاتة بيضة شوكولاتة غامقة فواكه براحتكم، العجينة عندكم والحاجة عندكم، وزوقوا اللي انتوا عايزينه براحتكم، ولو في حاجة مش مفهومة فيها هقول لكم عليها. الجلاش اللي انا قلت لكم انا عملته في الفيديو بتاع التورتة دي شوكولاتة، انا حطيت عليها يعني حوالي ربع كيلو، معلقتين ميه ومعلقه زيت ومعلقه عسل جلوكوز، وحطيتهم على النار وبعد كده صفيتهم بمصفى وحطيتهم في الكيس، وزي ما انتم شايفين انا حطيتهم في الطرط الصغير وفي الكبير وكده. يعني ان شاء الله تبقى بسيطه عليكم وتعملوها، وكل سنه وكل امهاتنا بخير وصحه وسلامه، وامي حبيبتي طبعا كل سنه وهي طيبه، وعايزه اقول لها ان انا ماليش غيرك يا فاطمه، ربنا يخليكي لينا.